بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، غريب يا مسلوب العمامة والرداء، فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. رحلوا وما رحلوا أهل الوداد إلا بحسن تصبر وفؤادي، ساروا حزنا أصوب الدمع صوب عهادي، وخلايت منازلهم فها هي بعدهم قفرى، وما فيها سوى الأوتادي. ولقد وقفت بها وقوف موله، وبمهجتي للوجد قد حزنادي، يا دار أين مضى ذوك أمالهم بعد الترحل عنك يوم معادي. يا دار قد ذكرتني بعراسك القفرى، عراس بني النبي الهادي، لما سرى عنها ابن بنت محمد يا بالأهل والأصحاب، ويا يا 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 الأولاد بقيت عليلة تنوح بعولتي وتصيح ذاب من الفراق فؤايا. نعم هذا ما صنعوا بآل رسول الله، تبا لهم من أمتي إن لم يحفظوا عهد النبي بآله الأمجاد. قد شتتوهم بين مقهور ومأسور ومنحور بسيف عنادي. ها
هذا بسامرة وذاك بكربلة وبطوس ذاك وذاك في بغداد. نعم خرج ضعن الحسين، التم بنو هاشم على الحسين ينادون وزيدا، ودع وطن طيب حسين والكربلة تعناها، وحفت بالضعن عدنان وتعنت منايا، يثرب حين ودعها وعلى الضعن رادي يشيل، وهاشم سمعت بنيته ناوي على المسير بليل، ما شبه الضعن هاويا فاهم محمد ينادي ودمع على الخدود يسيل، ما شبه الضعن لاويا ما خذ كل هلك يا حسين، لا تضعن يا نور العين يثرب ما تود فرقاك، ليش تريد فرقاك ليش بضعنك بهالليل، طالع من وطن جدك يظلم من عقب عينك، وهاشم تذل من بعدك، إن كان القصد للكوفة اترك يا فحل قصدك، لا تضعن الواديها تخونك بس تصليها، يا خويا نسيت أهاليها، بأخوك إش سوت وعودك، وتدري بكل سجاياها. لما نسمع حكي حسين ونوصفك ايد بيد، يقل القوم يردوني ابايعهم وطيع يزيد، واقضي العمر بالذله يا خويا لهالعمر ما اريد، خلينا ارشد بنيتي واخذ كل اهل بيتي، بالعز رايد بنيتي علي للدين يا محمد، ودم العل تدواه صاح ارشد يا حادي وسير، وجه الدمع على اضعوني، هيها تصبر على الضيم وعلي تغمض عيوني، لن صوت العلي لا تصيح يا اهل الضعن تانوني، يا اهلي وياكم اخذوني عقبكم يعمن عيوني، وحدي لا تخلوني فرقاكم هدم حيلي، وروح المرض سلاه اويلي من سمعها حسين، رد من الضعن لي قعد عدها يصبرها وعلى الفرقة يسليها، يقلها يا ضو عيوني دمعتك لا تهلي، يا بويا للوطن ردي وخلينا ارشد بقصدي، وانت تذوبت كبدي وتراني من اسمع ونينيك روحي تزود بلواه. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. تعجيل لفرج مولانا صاحب العصر والزمان، ولشمولنا بخفي ألطافه وعناياته، ولقضاء الحوائج ولشفاء المرضى، ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. الآية القرآنية تحكي حال خروج موسى على نبينا وآله السلام عليه السلام، خروجه من مصر إلى مدين. في القصة المعروفة، حينما استنصره واحد من أنصاره فجاء موسى مغيثا
يجيب استنصار صاحبه، موسى أراد أن يحل النزاع، ما تم، وكزه موسى، ذاك مباشرة مات. لعل وكزة موسى قوية، تدري أنبياء الله والأئمة من كل الجهات هم يفوقون الناس في الشجاعة، في القوة، في العلم، في الحكمة، في نعم في تفاوت فيما بينهم، فيما بين الحجج، ولكن في زمانهم لا أحد من البشر يكون أعظم منهم في أي خصلة من الخصلات. موسى عليه السلام جاءه الخبر بأن الملأ اجتمعوا على قتلك والقبض عليك، فموسى خرج. الله سبحانه وتعالى يقول فخرج منها خائفا يترقب. موسى يجب عليه أن يحافظ على نفسه، لماذا؟ لأن الله جعل خلاص بني إسرائيل على يد موسى، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا. الله أراد أن يخلص بني إسرائيل من هذا الاستضعاف على يد منه؟ على يد موسى. فموسى أول شيء يجب أن يحافظ على نفسه، لأنه ليش عنده نبوة؟ إلى الآن لم يأتيه الأمر بأن يصدع بالنبوة. فموسى عليه السلام يحافظ على نفسه، ليش؟ لأن الحفاظ على نفسه مقدمة لتبليغ دين الله سبحانه وتعالى، فيجب عليه أن يحفظ نفسه. موسى خرج، وهذا الأمر حصل. هذا الكلام نذكره لماذا؟ لأن البعض يتساءل، يقول ما هي فائدة الحجة سلام الله عليه في غيابه؟ أليس الحجة يجب عليه أن يعلم الناس المسائل الشرعية، المسائل الاعتقادية، ما يحتاجونه؟ فيشكلون هذا الإشكال. نقول نفس الكلام، الحجة صلوات الله وسلامه عليه لو خرج للناس، للملأ العام، يكون حاله حال منه؟ حال أهل بيته سلام الله عليهم. من أي جهة؟ أمير المؤمنين قتل، الحسن قتل بالأسباب الطبيعية، ماكو إعجاز، كل واحد منهم تعرض للناس، الناس استطاعوا أن يصلوا إليه ويقتلوه. والحج عليه السلام، الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لغرض، الغرض هو العبادة، وأراد كما يقول في قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. زين، فالله سبحانه وتعالى عنده غرض، يريد أن يملأ الأرض شنو؟ قسطا وعدلا، بحيث الأرض كلها تكون، كل الأرض ها من غير استثناء، كلها تصدع بهذا القول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذا الأمر شلون يتحقق؟ إذا قتل الحج عليه السلام، فحفظ نفسه واجب عليه أن يحفظ نفسه. لماذا؟ لأن الله له إرادة، وهي شنو؟ أن يمن على الذين استضعفوا في الأرض، وهي مؤولة بالحج عليه السلام، ولن يتحقق إلا على يد الثاني عشر من أئمة الهدى عليهم السلام، كما أخبر الإمام والأئمة والنبي صلى الله عليه وآله بذلك، بأن الأرض يملأها قسطا وعدلا منه هو المهدي سلام الله عليه. والروايات في ذلك سنية وشيعية، روتها العامة والخاصة. فيجب على الإمام أن يحافظ على نفسه. فإذا أنت تأتي وتقول للإمام السلام عليك أيها المهذب الخائف، الخائف مو بمعنى الجبن، حاشا للإمام أو للنبي، وإنما الخائف هنا شنو؟ يخاف على هذه النفس. ليش؟ لأن هذه النفس أعدت لأمر مهم. شنو هذا الأمر المهم؟ أين المعد لقطع دابر الظلمة، لإحياء الكتاب وحدوده، لكل دولة أناس، ولكل أناس دولة يرقبونها، ودولتنا في آخر الزمان تظهر. الأئمة يقولون إلى الحشر حتى يبعث الله حجة يفرج عنا الهم والكربات. لسان الأئمة يقولون بأن المهدي يجب عليه أن يحفظ نفسه. لذا تشوف في كمال الدين للشيخ الصدوق لما يسأل الإمام عن علة غيبة الإمام يجاوب جوابين. الجواب الأول يقول لئلا يكون لأحد بيع في عنقه يلزمه، لأن الإمام من شأنه أن يلتزم بالعهد. لذا الحسين سلام الله عليه كانوا يحرضونه على قتال معاوية، يقول لا، ما دام بيني وبين عهد ما أقدر، إذا هلك تعالوا كلموني. وإن شاء الله هذا باكر نتكلم في هذه النقطة. نقطة ثانية، لما تأتي، هذا بالنسبة لهذه النقطة. نقطة ثانية،
الحجة سلام الله عليه، صلوا على محمد وآل محمد. الإمام صلوات الله وسلامه عليه في الرواية الثانية، الرواية الأولى قلنا لأنه حتى لا تكون له بيعة تلزمه، لأنه إذا الإمام بايع راح يلتزم ما دام هذا حي، ويلتزم بشروطهم وقوانينهم، ويجب أن يكون الإمام حجة مطلق، ما يأخذ عليه أي عهد وأي شرط، أي شرط. هذا واحد. الأمر الثاني، الرواية الثانية اللي هي شيخ الطوسي والطائفة يعولون عليها، السبب الرئيسي يعتبرونها، وهي مسألة خوف القتل. الإمام الصادق يقول فأومأ إلى بطنه، يعني القتل، يخاف القتل. ليش؟ لأن إذا قتل الإمام مو خوف، يعني بمعنى ذاك الخوف، لا، لن تتحقق إرادة الله في الأرض، فيجب عليه أن يحافظ على نفسه. ليش؟ لأن حفاظه على نفسه مقدمة لملء الأرض قسطا وعدلا، فيجب عليه أن يحافظ على نفسه. رواية ثالثة، الإمام يقول ها، حال الحج عليه السلام حال موسى والخضر. إشلون الخضر وموسى وحصل بينهم ذاك الأمور؟ أنه الخضر خرق السفينة وقتل الغلام وقام الجدار، وما كان يعرف علة ذلك موسى، وقال لن تستطيع معي صبرا. الإمام يقول حال إمام الحجة هذا الحال، أنتم ما تعرفون شو سبب علته، ولكن الإمام يحط قاعدة، وهذه قاعدة عندنا عقلية، يقول متى علمنا بأن الله حكيم علمنا أن في هذه الغيبة حكمة ووجه. إحنا ما نعرف، بس الله سبحانه وتعالى حكيم، لذا ولكن يبقى احتمال الحفاظ على النفس هو احتمال قوي جدا، لذا الإمام حافظ على نفسه وعلى وجوده وعلى بقاء. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى شنو جعله في هذا الموضوع. نظير هذا الأمر شنو؟ النبي صلى الله عليه وآله لما عرض للقتل سوى، خلى أمير المؤمنين في فراشة، وخرج إلى وين؟ خرج إلى غار حراء، وثم إلى المدينة. إبراهيم لما أرادوا أن يقتلوا ابن يقتلون الأبناء في بطون أمهاتهم أو عند ولادتهم، أمه خرجت به. وهكذا تشوف بأنه إذا عرض للقتل ماذا الإمام لا يحافظ على نفسه، يحافظ على وجوده ويخرج. هذا بالنسبة لهم سلام الله عليهم. أما الحسين سلام الله عليه تكليف آخر، هني أيضا عندنا أهم ومهم، ولكن الحسين رأى بأن هذا الدين بين أمرين، إما أن أنا أعيش ويزيد يبقى حاكم، وتدري يزيد ما يتورع، ما كان ذو وجهين، لا كان واضحا. بعد ايش يصير؟ يقولوا على الدنيا السلام وعلى الاسلام. قالها الحسين لمروان اذا ابتليت الامه براع، شاف ان بقاء مهم، ولكن شهاده الحسين عليه السلام والاصداء التي سوف تنتج عن شهادته راح تكون أهم، وراح تكون سبب في حياه الدين. لذا الحسين راى نوعاً، شاء الله ان يراني قتيلا، خلاص نقطه على السطر. لذا لما جاء الخبر في نصف شهر رجب، جاء الخبر لوالي المدينة الوليد بن عتبة بن أبي سفيان بأن معاوية شنو؟ هلك. الوليد جاء بمروان، كان بينهم خلاف، تكلم مع مروان، قال يزيد طلب مني أن أخذ البيعة من الناس عامة ومن هؤلاء بشدة. من هؤلاء؟ الحسين بن علي. يعني يزيد يريد الحسين يبايع ليزيد، واحد. الثاني منه؟ الثاني عبد الله بن عمر، والثالث ابن الزبير، عبد الله بن الزبير، والرابع عبد الرحمن بن أبي بكر إن كان حيا، لأن في قول أنه توفي قبل هذا. الحسين وابن الزبير وين كانوا؟ في الحرم. الوليد أرسل خلف الحسين، جاء رسول الوليد أخبر الحسين بأن الأمير يريدك، خرج. الحسين سأله، أو الزبير سأل الحسين، قال ما الخبر؟ شنو تتوقع الأمر؟ تدري الحسين عالم بما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. قال له معاوية مات في الشام، والآن يزيد يطلب منا البيعة. قال ماذا تريد أن تصنع؟ قال الحين أنا أروح له. في الأخبار يقول بأن الحسين لما جاء مع بني هاشم، مجموعة من بني هاشم وقفوا عند الباب، مو مقتل واحد يذكر هذا المعنى، كثير جاءوا وقفوا عند الباب، قال إذا سمعتوا صراخ وضجيج ادخلوا. دخل الحسين سلم عليهم، قال له معاوية هلك. في اللغة العربية هلك عادي يستخدمون، هذه موجودة، حتى تشوف في تجد في الإرشاد للمفيد مثلا يقول لك هلك الإمام، احنا ما نقبل هالكلمة، بس هذه قبل مستعملة ومستساغة، الحين ما نقبلها. ف
قال الحسين عليه السلام إنا لله وإنا إليه راجعون، الكل يموت. قال له ويزيد يطلب منك البيعة. الإمام قال له خب أنت ما تبي البيعة، تريدها بالعلن بالملأ العام؟ قال له بلى، أريدها بالملأ العام. قال له جيد. قال إذن باكر أنا أتيك. مروان قال لا تتركه، إذا خرج ما راح يكون بينك وبينه إلا السلاح، لا تدعه يخرج أو تضرب عنقه. الحسين قال له أنت تضرب عنقي يا ابن الزرقاء. صار صوت ضجيج بينهم، الرواية تقول دخل بنو هاشم، ولا الحسين ما يحتاج، هو الحسين يقضى بالقصر سافل عالي والعالي سافل، ولكن يقولون في بعض النصوص دخلوا، يذكر ذلك السيد عبد الرزاق المقرم وغيره من المقاتل الموجودة، وخلصوه وأخرجوه. من وين أخرجوه؟ من القصر. الحسين هنا جاء، طبعا سجل الحسين كلمة موجودة في التاريخ، قال للوليد، قال إن أهل بيت النبوة، يريد أن يبين الكفاءة، يبي يقول أن هذه الخلافة الإلهية يجب أن تكون في هناك كفاءة. إن أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي، وبنا فتح الله وبنا يختم، ويزيد رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحترمة ومثلي. شنو يعني مثلي؟ يعني إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ومثلي لا يبايع مثله، ولكن نصبح وتصبحون وننظر وتنظرون أينا أحق بالبيعة والخلافة. وخرج الحسين وبين أيضا، قال إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. الحسين لو يبايع يزيد يعني خليفة المسلمين يشرب الخمر، خليفة المسلمين يرتكب الفجور، خلاص اتم. فتتبين شنو؟ تنقلب الموازين الإلهية اللي الله وضعها للناس. فالحسين ما قبل. إزاي ليش ما بقى في المدينة الحسين؟ خب يدري أن يزيد راح يهتك المسجد في واقعة الحرة ويهتك ويقتل، فحتى لو بقى الحسين في المدينة راح يقتل في المدينة، فلماذا تسيل دماء الزاكية في حرم رسول الله وتدري حرم مقدس؟ لذا أبى الحسين سلام الله. جاء الحسين يودع أهل بيته، أول من تلقته عمته، يا حسين إلى أين تريد أن تخرج؟ بعد ذلك من جاءه؟ جاءته أم سلمة، قالت ولدي يا حسين لا تفجعني بك، لقد أخبرني رسول الله بخبرك، لا تذهب إلى كربلاء، لا تقتل فيها. وأخرجت للحسين ذلك التراب، قالت هذا التراب أعطانيه رسول الله صلى الله عليه وآله، وقال إذا سال منه دم عبيط فاعلمي بأن ولدي الحسين قد قتل. قال أماه أعلم في أي أرض أموت وفي أي يوم، ثم أشار إلى الأرض فانخفضت، وإذا به يريها مكان مصارعهم. هنا نعم الحسين وين يروح؟ جاء إلى قبر رسول الله، هذا الوداع الأخير، جاء إلى قبر رسول الله، يبكي عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله. في الليلة الأولى، يا رسول الله أشهد على هؤلاء القوم لقد خذلوني وتركوني. يوم الثاني جاء إلى قبر رسول الله، قال اللهم هذا قبر نبيك وأنا ابن بنت نبيك، وقد علمت ما جرى، فأسألك إلا ما كتبت لي ما فيه خير وصلاح. يقول وضع الحسين رأسه على قبر رسول الله، غمض عينه وإذا به يرى رسول الله بكتيبة عن يمينه وعن شماله. جاء إلى الحسين قبله بين عينيه، ضمه إلى صدره، نادى بني حسين كأني أراك قريبا مرملا بدمائك، وأنت مع ذلك عطشان لا تسقى وظمآن لا تروى على يدي جماعة من أمتي، وهم يرجون مع ذلك شفاعتي، ما لهم لا أنا لهم الله شفاعتي. قال جد يا رسول الله ضمني معك في هذا الضريح، قال يا حسين إن لك مقاما لن تناله إلا بالشهادة، ارجع يا حسين ارجع، هذا أبوك وهذه أمك وهذا أخوك،
وهم إليك مشتاقون. ضمني عندك يا جداه في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني أستريح، ضاق بي يا جد من فرط الأسى كله فسيح، فعسى طود الأسى يندك بين الدكتين، جد صفو العيش من بعدك بالأكدار شيب، وأشاب الهم رأسي قبل إبان المشيب، فتعالى من داخل القبر بكاء ونداء بافتجاع، يا حبيبي يا إن ستذوق الموت ظلما ضاميا في كربلاء، وستبقى في ثراها ثاويا مجدلا، وكأني بلئيم الأصل شمر قد علا صدرك الطاهر بالسيف أحز الودجين. جاء إلى قبر أمه مكسورة الأضلاع، أم فاطمة عليك من السلام، تقل يا حسين يا ابني هيا جيت حزني عليك، لجلك بقبري لابسة يا ثياب العزية، أبكي عليكم يا ضحايا الغاضرية، الله كاتب كربلاء تحويك يا حسين، يا ابني مصابك بالطفوف يشيب الراس، قل لي علي من انتحي يا وافي الباب، لابنك علي ولا لابو فاضل العبا، يبقى على نهر العلقمي من غير شفي، صابك يا بعد الروح مثل أبد ما صار، أنساني ضلعي والجنين ودخلت الدار، يا حسين والله نسيتني ضربة المسمار، مصابك يا عقلي هيا جا إحساني علي، وانصب لك الماتم وبعد ما بطل النوح، يا حسين يا ابني ويا عزيز ومهجة الروح، شذنبك تظل شذنبك تظل عالي وعلى التربان مطروح، وصدرك يا بن حيدر تدوس العود. نعم خرج الحسين نادى العباس الوداع الوداع، يا آل رسول الله الفراق الفراق يا آل رسول الله. خرجت قافلة الحسين وإذا بصوت ضعيف، أبا يا حسين قفل العليلة قفل المريضة. ها نعم حملوا كلهم ها إلا هذه الطفلة، شنو لسان حالها؟ أنا جوعت وحمل ضعنهم وجني غريب وماني منهم يحملون، وأنا أتفكر لهم تقول لهم يخذون
اني وياكم اسرج الخيل واحط فراشكم لو جلجل الليل واحد بهالوطن لا تخلوني عليكم يا اهلي يعمل عيوني. جاوبها الحسين ودمعته تسيل يا بعد اهلي سفرنا درب طويل وانت عليل لو جسمك نحيل وعلى مثلك يا ياب السفر يحرام. تقل شلون انا شلون اتم بالدار وحدي عليكم ما اقدر اصبر وحق جدي يا ياب عاد خل الطفل عندي خل عبد الله يا ياب عاد خل الطفل عندي يسر قلبي من اشوف انه يتبسم يقللها الطفل عندك شلون اخلي شلون تفارق امه وتصبر علي يا يا بحر ملل خيك يتاني يريد يطوق بسهم المحتم لو ان عينك يا ابويا تشوف اخيك سابح بدمه وسدر بيه للخيمه ومني تاخذه امه نوبه تشم وجناته ونوبه بمنحره تشمه ونوبه تخمش بخدها ولا يضل عقل عدها يا ابويا الله يساعده لو شافته بهالحاله ولو درن ثداياه تصيح. نعم اخذت تهز مهد عبد الله الرضيع مشوا اهلي عني لا لك ولا لي وزماني من بعد اهلي ولا لي اريد اهز مهد عبد الله ولا لي بل جن يرد وحشتهم علي يا بل جن يرد وحشتهم يوم علي نذر علي لئن عادوا وإن رجعوا لأزرعن طريق الطاف ريحانا إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. إخواني الحاضرين تقبل اللهم منهم بأحسن القبول. من كان في هذا المجلس طالب حاجة اللهم اقض حوائجه بحق الحسين. إلهي وارزقنا زيارة الحسين في القريب العاجل وارزقنا شفاعته يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا اقض لنا حوائجنا أدع عنا ديوننا احفظنا واحفظ عيالنا وادفع عنا كل سوء ومكروه. استاذنا السيد جعفر الحسيني اللهم احفظه واحفظ عياله ومن يلوذ به. اخواني الحاضرين تقبل اللهم منهم واحفظهم جميعا. المؤسسون لهذا المجلس تقبل اللهم منهم باحسن القبول. والى ارواح المؤمنين والمؤمنات نودي ثواب الفاتحه مسبوقه بالصلاه على محمد وال محمد.